السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل بيتزا وميني بيتزا بعجينة سهلة جدا ومغذية في نفس الوقت لأطفالنا. هنسمي بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بيضة ومعلقتين زبدة كبار، معايا هنا نص معلقة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين سكر، معلقتين خميرة فورية، ومعايا كيلو دقيق، معايا كمان هنا كوبايتين من اللبن. عملت معاكم قبل كده عجينة البيتزا من غير بيض ومن غير اللبن، ضفنا قبل كده حليب بودر ومرة عملناها بالمية، لكن العجينة دي احنا هنعلي القيمة الغذائية فيها شوية. بصوا كده حبيبي معايا، انا هحط البيكنج بودر والملح على الدقيق عشان ما ينفعش احط الملح مع السكر على الخميرة، هيوقف مفعول الخميرة الملح. فاضل هنا عندي السكر والخميرة، هحطهم على كوبايتين اللبن، كمان هزود البيضة وهبدأ أدوب كل الحاجات دي مع بعض. العجينة دي مش هحط فيها زيت، أنا هكتفي بمعلقتين الزبدة، وهقول لكم هنحطهم إمتى. هنا حضرت طبق كبير هحط فيها الخليط السائل اللي أنا عملته، كوبايتين لبن وبيضة ومعلقتين سكر ومعلقتين دقيق. هنركن بس الزبدة على جنب شوية، وهبدأ أنزل بالدقيق وعليه نص معلقة الملح ومعلقة البيكنج بودر، وهنزل حبة بحبة واضرب بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. أول ما احس ان العجينة تقلت مني هطلع المضرب خالص وهبدأ أعجن بإيديا. هنا حسيت ان العجينة ناشفة، نزلت بنص كوباية مية. انا عايزة عجينة طرية، طبعا احنا عارفين الدقيق بيختلف من مكان لمكان، كمان بيختلف حسب الرطوبة اللي موجودة في الجو على حسب السوائل اللي بياخدها. واول ما تتكون عجينة زي اللي انتوا شايفينها كده خلاص اتلمت اهي، هنزل بمعلقتين الزبدة في الاخر خالص وهبدا ادخلها في العجينه. ملمس العجينه هتلاقيه اختلف خالص في ايديكي، واحنا هنا يدوب كده لمينا العجين. هتبداي بقى تاخدي على الرخامه بتاعتك وتشتغلي فيها شويه. شايفين هنا يا حبيبي العجينه بقت جميله ازاي، طرية وناعمة. انا دلوقتي هحطها في الطبق، بس هحط نقطة زيت وهبدأ امسح وش وظهر العجينة كده عشان ما تكونش قشرة على الوش، وهغطي الطبق ده او هتغطيه بفوطة. انا هنا عندي العلبة دي بغطا، انا هغطيها واسيبها في مكان دافي مدة ساعة تخمر، ضروري جدا. وهنا انا حضرت الحشو اللي هحشي بيه البيتزا. طبعا الحشو احنا عارفين براحتنا خالص، تقدري تحطي صدور فراخ، تقدري تحطي لحمة مفرومة، تقدري تحطي اللي انت عايزاه. بصوا الصلصة دي صلصة البيتزا، انا نزلتها لكم في فيديو منفصل، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وهنا طبعا الجبنة، انا عندي بحب احط ميكس الاجبان، وعندي زيتون. وادي العجينة بتاعتي بعد ما عدى عليها ساعة، سبتها تختمر في مكان دافي، شايفين ما شاء الله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هبدأ بس اخرج منها الهواء وهبدأ اقطعها. تقدري تفرديها قطعة واحدة ولو عندك قطاعة مدورة، بس انا بحب الطريقة دي، بحب اقطعها حتت صغيرة كور صغيرة واعملها كل واحدة لوحدها. الطريقة اللي انت بتحبيها اشتغلي بيها. وهنا عايزة اقولك معلومة، العجينة كل ما تقعديها مدة عشان ترتاح هتريحك انت في الفرد. يعني انا هقول لك دلوقتي نصيحة،
هتحطي العجين بعد ما تفرديه نص فردة زي ما انا عملت كده، وهتسيبيه 10 دقايق زي ما هو كده. هتحسي بعد كده ان هو مش هيلم منك. شوفوا انا هعمل كده بالظبط، وهسيبهم 10 دقايق وهرجع لهم. كده احنا رجعنا بعد 10 دقايق يا حبيبي. بصوا العجينة خدوا بالكم ان هي مش هتلم خالص عشان احنا سيبناها ترتاح. بصوا انا بسيب الحرف عالي، ولان احنا حاطين في العجينة بيض فانا مش عايزاها تنتفخ زي الكيكة. احنا عارفين ان البيض عامل مساعد للتخمر. قبل كده احنا عملنا البيتزا بعجينة ما فيهاش بيض، ما عملناش الشكشكة بتاعت الشوكة دي خالص. انا حابة اسيب الحرف كده عالي، وكمان مش هحط عليه صلصة. بصوا بقى، انت اول ما هتحطي البيتزا لازم تحطي الجبنة الاول عشان الحشو مش يقع منك. الجبنة هنا هتبقى عاملة زي السمغ عشان الحشو يمسك عليها. انا هنا عندي بسطرمة، انا جربت حشوات كتير، بس حتى البيتزا لما بنطلبها من برا بنجيبها اما مارجريتا اما بالبسطرمة، ما بنغيرش كتير يعني. ولادي ما حبوش اي طعم تاني. زي ما قلتلك براحتك حطي الحشوة اللي تعجبك، بس عايزة اقولك نصيحة، لما تيجي تعملي بيتزا ما تحشيهاش برا الصينية. انا بس عملتلك دي عشان اوريكي، عشان انا بشرحلك، لكن انت يا ست الكل لما تيجي تشتغلي وتعملي البيتزا في البيت هتشتغلي في الصينية على طول. انا هوريكي دي كده. بصي انا هنا بس مسحتها مسحة زيت خفيفة. العجينة دي انا فردتها نص فردة معاكم وسبتها ترتاح. شايفين فردها بقى سهل جدا ومش بتلم خالص. كمان البيتزا الكبيرة انا هسيب الحروف بتاعتها عالية. وطبعا ما انساش انا غازها بالشوكة. وهنا عايزة اقولك ملحوظة صغيرة، اوعي الجبنة تقع منك او تيجي على حرف الصينية، لانها تخلي البيتزا تلزق في الصينية مش هتعرفي تنزليها بسهولة. وهنا انا كنت فردت الميني بيتزا كلها في الصاج زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اشتغل فيهم كلهم مرة واحدة. الطريقة دي سهلة جدا، ان شاء الله اي حد يقدر يعملها، وكده اسهل طبعا عشان مش هتحركي البيتزا ولا الحشوة هيقع منك ولا حاجة. كده فاضل التسوية. التسوية هتحطيها على الصاج من تحت في فرن سخن، تكوني مسخنة الفرن قبلها بنص ساعة. هتحطيها على الصاجة تحت 5 دقايق حسب حجم البيتزا طبعا اللي انت حطاها. الميني بيتزا هنا اخدت مني 5 دقايق تحت على الصاجة، وطلعتها فوق 2 دقيقة وعشا وهي 2 دقيقة. انا سويت معاكم البيتزا الكبيرة ديت في اكتر من فيديو بالتفصيل. شايفين شكلها جميل ازاي؟ شايفين الحروف عالية؟ شكلها شكل اللي بنجيبوها من بره بالظبط، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عايز اقول لكم عجينة طرية جدا وخفيفة جدا، من احلى انواع العجينة اللي هتعملي بيها البيتزا ان شاء الله. بتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بصالح الدعاء، لعل الله يستجيب لكم. لو في اي ملحوظة او اي حاجة انا نسيت اقولها ياريت تكتبولي في التعليقات، ان شاء الله انا هجاوب عليكم. عايز اقول لكم ان الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله طلعت من نص العجين تقريبا. كمان عايز اقول لكم لو عايزين تحفظوا العجينة في الفريزر ينفع، هتشيليها وتحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر، ولما تيجي تستخدميها تطلعيها لحد ما توصل درجة حرارة الغرفة، وبعدين تقدر تستخدميها بدون اي مشكلة.
وده كان فيديو النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا، وبحبكم جدا جدا، بحبكم كتير، بحبكم في الله، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.